سعدية محمد دي بلون بلون، حنا نزقبلوه هكذا بلون بلون. هو أصل مناضل منو ساندي. سعدية هذا الملقب ببلون بلا كان في جروب واحد مع فرحة محمد اللي هو من ليبيا. ابن القبة من مواليد 9 مارس 1900، انخرط في صفوف الحركة الوطنية منذ الصغر، وتأثر كثيرا بالشخصية الكاريزماتية للزعيم الشعبي مصلي الحاج الذي داوم على الاستماع لخطاباته بشغف كبير. آمن بالاستقلال وتحرير البلاد من براثم الاستعمار الطاغي، وما كان عليه إلا ينتظر اليوم المشهود الذي يلبي فيه نداء الواجب. وما كان عليه إلا أن ينتظر اليوم المشهود الذي يلبي فيه نداء الواجب وينضم لأفواج العمل المسلح في العاصمة وضواحيها. منذ اندلاع الثورة التحريرية سبن محمد بوسعدية نفسه للجزائر، وشارك في العمل المسلح في كتيبة الموت التي قامت بتصفية أهم ضباط الشرطة والخونة بالعاصمة. من الفدائيين نتاع الباطايون دلامور، خاطر ذاك الوقت كان ما كاش حاجة أخرى. بعد الكورية خرج الباطايون دلامور. خادمين عمليات مليحه، خادمين لوزين تاع البوشون تاع بورجو في لوساندي، وخادمين يعني عده امور. لم يطل فرار الافواج الفدائيه بعيدا عن اعين مصالح الشرطه والاستعلامات، فقد اكتشف الحرك مخابئهم وتم إلقاء القبض عليهم الواحدة تلو الآخر. إلى أن جاء دوره ليتعرض لشتى أنواع العذاب في دهاليس الاستجوابات والتحقيقات. حكمت عليه المحكمة العسكرية بالإعدام، فوجد نفسه في حي المحكوم عليهم بالإعدام في سجن سركاجي، يعد الليالي في انتظار يوم الشهادة الذي سيحياه بكل جوارحه. أدرك محمد بوسعدية أن المقصلة لن تفلت رأسه، فكان لزاما أن يجتمع برفيقه في الكفاح فرحات محمد، يتناقشان في الطريقة التي سيخرجان بها من الزنزانة البائسة في ذلك الفجر المقدر. النهار اللي قبل ما يدوه جا ليه هذا بلان بلا هذا بوسعدية ولا شي منو، وصاه هذا فرحة محمد وقال له دبلك يوم الامتحان رد بالك تدهش، وصاه وهكذاك وصاه، والنهار اللي يعني عاد كل شيء عرفها. الشاب البشوش الذي كان يحب التنكيت دوما مع رفاق الأسر أراد أن يخرج من زنزانته بطريقة استثنائية لا تختلف عن تلك الطريقة التي خرج بها الفدائيون الكبار أمثال لوني أرسق ومحمد قاسم، اللذين سار إلى المقصلة رافضين حكم الإعدام حتى آخر نفس فيهما. كانت معركة حقيقية دار رحاها أثناء إخراجه من الزنزانة البائسة، كاد يتعرض فيها الحراس إلى حادث مميت. كيحلوا عليه لا سيلول باش يجبدوا بلون بلون محمد هذا بوسعدية، كان عنده قميلة وجدها عارف روحه باللي يموت ما فيها حتى والو، خاطر لو كان ما كانش عارف روحه باللي يديوه ابريل روكورون كراس كان وجدها. كيحلوا عليه الباب رمى عليهم الفور. في رواق الموت
وأثناء اقتياده إلى المقصلة. لم يرضخ للحراس ولم يسلمهم يديه، بل بقي يقاوم تارة ويناوش تارة ويهاجم تارة أخرى. في هذا الفجر النوفمبري والمجاهدون لا يزالون يحتفلون بالذكرى الثالثة لاندلاع الثورة التحريرية، أراد محمد بوسعدية أن يذكر رفاق الأسر أن الثورة لا تتقد في الجبال والمدن فحسب، بل بإمكانها أن تتقد حتى في رواق الموت في هذا الفجر المهيب. فرحات محمد اللي هو من المقارية، وبوسعدية هذايا الملقب ببلان بلان، داهم في نهار واحد وحكموا عليه بالإعدام ونفذوه في 12 نوفمبر. إلى يتي إكزيكوتي هو وفرحة محمد أمرت. لم تؤلمه المقصلة حين قطعت عنقه بقدر ما ألمته حين قطعت عنق رفيقه في الكفاح فرحات محمد. ورأى بأم عينيه دمه الطاهر يتدفق في أرجاء ساحة الإعدام. شهد وكبر، الله أكبر، تحيا الجزائر. حان دوره بعد أن صار رفيق الدرب جثة هامدة، الجسد في جهة والرأس في جهة أخرى. سوى جسده على الخشبة المخضبة بدم رفيقه الذي لا يزال ساخنا. أغمض عينيه وهو لا يلفظ إلا اسم الله والوطن. لم يسمع صوت الحديد وهو نازل على عنقه، فقد سمع لحظتها تكبيرات المجاهدين وهم يقودون المعارك الضارية في الجبال. الله أكبر، تحيا الجزائر حرة أبية.